ورجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين لتكملة بقية فقراتنا. وجواد دائما مخصصين له يوم الأربعاء، جواد المتأخر بالرغم من الجوع. دور على فكرة يا محمد، دور على فكرة وبلقيتها. دور على فكرة، أنت بعد يعني إحنا نعيش. أنا بالفاصل أشوف البيض العيون وأشوف الشربت وأشوف القهوة وأجوع، وأنت تدور على الفكرة. قل لي وأنا أعطيك الفكرة وجيب لي رأيك. ما أنت هات أعطيني فكرة. خلص قلت لك إياها الفكرة قبل شوية، أرسمها. صباحك جواد. صباح النور يا هلا. أنا بس تخلي هالثلاث أربع ساعات يزلوني والله، صدمتني اليوم. تأخرت لها أربع ساعات. وقبل البرنامج طبعا تحياتنا للمخرج حسام الغزالي، قلت لجواد يعني من أكثر الناس دقة بالمواعيد، لكن عماد فاجئنا اجى قبل الموعد. جواد بلغ غفال التبل. لا بشكل بس صباح يعني. لا هو شوف الفنانين دائما مواعيدهم مو كلش مضبوطه يعني. ارسم واشرح لنا اليوم. هلا الموضوع عن اهتمام الحكومات، انت عم يعني بالمبدعين والمبدعات والمخترعين وكذا يعني. للاسف يعني جزء من معضلتنا انه نحن على طول بنهمل الناس المبدعين، يعني سواء خاصه سواء بمجالات العلميه او بكل المجالات الفنيه طبعا، خاصه بالمجالات العلميه، لانه بصراحه القصص متعلقه ببعض. محمد يعني كل ما كانت الحكومه عم تهتم بناس وقديش كانت مؤسسات يعني فاعله وعم تقدر يعني تميز الناس من بعضها وكل حدا يكون بمكانه الصح وكذا يعني، فالمبدعين بلاقوا مجال اكثر. تمام، مع ذلك تلاقي انه ضمن هاي الظروف، ضمن هذا الاهمال الموجود بكل هذا الشرق الاوسط، الحين بيطلع في ناس انه بتستغرب انه كيف طلع هذا من كل هالحطام يعني. من هذا معناها ايش قد عنده قوه. مع العلم انا برايي بالعكس، دائما الاحداث المثيره تصير والمشاكل اللي تصير ببعض الدول والفقر او الحصار او هاي الامور هي اللي تولد الابداع. اما اللي عايش بقصور واللي عايش بعز اليوم رسمتي ما عنده مساحه لانه يفكر بشيء يخدم. اليوم رسمتي بالذات عن هالفكره بالذات المعاناه. يا انا قلت لك يا جواد، لا هي رسمتها بشوفها شنو راح تكون يعني. طبعا اكيد انا دائما احب اشياء قويه جواد، ودائما احب اعطي لمسه للموضوع. دائما الافكار اللي يرسمها جواد هي من افكاره الرائعه ومن رسمه الجميل والاشياء الجميله. قصدي اصدقاء مثلا بيطلبوا انه انا عندي فكره ترسمها، واحد اثنين ثلاثه، انا بعتذر منهم جدا يعني. ليش؟ لانه بصراحه ما لازم الرسام يرسم فكره اي حدا الا اذا ذكر انه رسم فلان وفكره فلان. تمام، الموضوع مختلف يعني. انت رح تقلي الموضوع عن فلان مثلا، عن المبدعين وعلاقتهم بالحكومه والاهتمام او الاهمال هيك، هذا موضوع. بس الفكره هي بقى كيف دخولي بمجال الجرافيكس. انا جديد صراحه يعني، احاول اخذ دورات مال الجرافيكس لكن على الكمبيوتر، بعيد عن الرسم اليدوي يعني. انا انسان الكتروني، اميل للاشياء الالكترونيه اكثر من رسم الايد، لان ما عندي حرفيه بالايد. دائما احاول اخذ الافكار او اغلبيه الاشياء اللي انفذها هي افكار تجيني من بعض الاصدقاء، من بعض الشباب، من بعض المبدعين. بس صراحه يعني فعلا تحس انه ليش هاي الفكره اللي ما فكرت بيها، او تحسين انه الابداع اللي انت مسويته ناقص، او اللي انت مسويه ناقص، هاي مشكله. صحيح. فالفكره انه في الموضوع في الفكره يعني. اي حدا فينا مثلا من اصدقائي انه عندنا موضوع مثلا، هو عنده مشكله معينه، عنده موضوع معين مثلا بده حدا يعبر له عنها وكذا، فهذا موضوع يعني، هذا موضوع ما مو ملك. مثل ما انت تطلب من معماري عمر لي بنايه، انت ما اعطيته شيء، انت اعطيته الطلب يعني. تمام، فهو بيدور على هو عنده حريه التصميم وشو الشكل اللي بده يحطه وشو المساحه اللي بده يستغلها وكذا، عرفت كيف؟ فبالتالي انه ابدا ما كثير بعتذر من اصدقائنا انه ما اي. بس انت يعني هاي نوادر جواد، نوادر انه واحد عنده هالمصداقيه هاي وما يقبل ياخذ افكار ويعترف انه هاي الفكره هي من فلان. طبعا احنا في زمن سرقه الافكار، بعدك ما تحكي شيء والواحد ياخذه من عندك وينسبه لنفسه، فهاي معاناه يعني. هاي يعني صراحه برايي انه اخذ افكار معينه وتطويرها في بعض الاحيان مو دائما يعني، السرقه هي جريمه، لكن اخذ
فكرة معينة تتبادل أفكار معين. مو غلط دائما الإنسان يبحث عن أنه يتعرف على ناس مثقفة متطورة يستفيد من جلستهم يستفيد من الدقيقة اللي قضيها وياهم لأن أكو يصير أكو عصف ذهني يصير أكو تبادل أفكار ولكن أحيانا أنت بالله شعور ممكن أنه شخص مقرب منك أنت إحنا على مجالنا مثلا أنت في مجال الإعلام في مجال الرسم في مجال كل أنواع الإبداع تقعد تسولف مثلا أنا يعني أنا صراحة بالإعلام أيد أنه واحد يأخذ مني ويطور وأيد أنه أنا أخذ من واحد بطور صراحة كتبادل أفكار أوكي بس أحيانا تشوف نفسك يعني وكثير من الناس انه دا يحكي هو يعني انه عنده فكره معينه راح زميله سبقه كتبها وقدمها انه هاي فكره مالته لا هاي بالنسبه له هاي منافسه هاي الشغل هاي يعني منافسه المجال الواحد بحد ذاته هي مشكله على كافه المجالات مو بس الاعلام يعني حتى الفنانيه توقع اكو نفس المجال يعني دائما الفئه الواحده بنت تجمع ويتجمعون بمكان واحد ما يصير ابداع يصير عباره عن تكسير او منافسه يعني ما ادري ما اريد اسميها غير شريفه او منافسه نقول مشكله حسب او منافسه هي مطاطه قابله لي طبعا في لا تسب لكن الورشات العمل اللي هي الجماعيه تمام هي شو هي اساسها عصف ذهني والعمل بروح تمام الفريق ايه تمام بس عم نحن عم نحكي على كنا على شيء شخصي طبعا على شيء محدد بالكاريكاتير هيك حلو انه جزء كبير منه هو الفكره محمد جميل جدا طبعا حعوفك ترسم لان الظاهر دخلت بعالم العصف الذهني دائما هذا المصطلح يجيك العصف هاي دخلت دائما هاي موضوع العصف الذهني صاير جديد على الساحه يعني هذا المصطلح رسمه جماد واليوم مستخدم الوان بارزه شويه الفسفوري تمام اي ما هو كمان المسؤولين كلها بس هذا خطيه المبدع انقهرت عليه والله ما هو هيك يعني هي على جملة نحن دارجة بيناتنا إنه المبدع لازم يكون عم يعاني ولازم يكون دقنه طويلة وشعره طويل وما بيتحمم وريحته طالعة ولازم بوطه مش يعني هالقصص هي تمام لا مو شرط يكون مبدع هلا في مراحل واحد بيهمل حاله لأنه فعلا ما عنده وقت يعني ما عنده الوقت انه يغير هي هاي الفكره الاساسيه بس هم اخذوها وتبنوها على غير مواضيع فهذا خلينا نشوفه مسؤول الحكومه سمي اللي بدك اياه فهو بقى اصلا يعني تحت حجه انه المعاناه والالم رحم من الابداع فهو بيحرق كل المبدعين لما بشيله بتلاقي واحد مثلا بروفيسور بالذره جاي درس برا وجاي بيعملوا استاذ ابتدائي تمام او بيعملوا الروضه بالحضانه تمام لما تلاقي فنان رسام على مستوى بيسوي استاذ رسم بس لا شك التعليم مهم ولكن قصدي انه يصغروا حجمه ليصير بس اكو موضوع مهم جدا يعني التصرف المبدعي في بعض الاحيان يعني اكو دروس لازم انت تاخذها بالتصرف مع السياسي يعني هسه انا ما يصير اتصرف ويا جواد مثل ما اتصرف ويا واحد شلون اقول لك ما عنده درايه بكافه امور الحياه بحد ذاته بعض المبدعين من يجون يطالب بسقف عالي او يطالب في امور معينه هو مقيم تخلي نفسه محمد تخلي السياسي بحد ذاته انه حتى اذا ما عنده حقد عليه يحقد عليه صراحه احكي لك يعني فهاي مشكله ترى هاي هم ايضا يعني مشكله بطريقه التعامل العفو اسيد احتمال يكون معتز بنفسه او مقيم نفسه او شايف نفسه انه يعني يستاهل هي كذا شوف انا برايي المبدع اذا بدي انتقد حدا مين المبدع قابل للنقد ولا السياسي لا السياسي طبعا حلو لانه بس ايضا ينتقد المبدع لا شك هذا بينتقد نقد فني ولكن حلو. السياسي ينتقد بكل شيء الا الحياه الشخصيه تمام هاي الفكره يعني صحيح وتبقى اكيد لو خليت قلبت كافة مجالات الحياه سياسه فن ادب مبدعين كافه انا اعمل لك يعني احيانا واحد بشوف كل هالوجع اللي كان مثلا العراق فيه لما بيطلع منه حدا مثل هادي العلوي يعني شيء بيرفع الراس لما يطلع منه حدا مثل ناصر الشماب يعني او ناظم غزالي او يعني عبر التاريخ تمام او حتى كاظم صار حاليا فعلا فانت بتفرح لما تشوف انه ضمن كل هالوجع اللي كان لبنان فيه بيطلع حدا من بيت الرحاب من فيروز يعني انت حرب اهليه ومشاكل لما بسوريا فعلي. كمان في عشرات الاسماء من دراما للفن تشكيلات ما الى شيء اصاله عديد اسماء يعني كتير. الاسماء لا ما بتخلص بصراحه فانت ضمن هي القصص سلافه واخر جاني ايضا اصلا في عنده هذيك في صبيه ثانيه انت كمان مين عندي كان عم تصور حاليا عم تبكي
المهم يلي هي ما ادري والله ما عندك المهم فضمن ضمن هاي الظروف لما تشوف الاسماء بتتفائل لا شك الحياه ما بتستمر بدون امل ولازم يكون واحد اليوم كانت حلقة إبداعية بامتياز رشا رزق وحضرتك وجائزة يقول حضرتك بعد ما عرفت على عيني وجائزة محمد بن راشد أكيد منحت إلى شخص في جامعة دياله وأيضا أمور وتفاصيل كثيرة ومحاربة بطالة يعني فعلا اليوم حلقة حسيتها مثل لمح البصر.